ابو سينا طبعا وكيل طيب وزاره التربيه والتعليم بالجيزه. لدرجه انا وصلت ان انا اخاطبهم واقول لهم ما اه تطلعوش غير ما تاخدوا موافقه الزراعه، صحيح. وما طيب تشغلوش غير ما تاخدوا موافقه الزراعه. خلينا تمام نستفاد من الموقف اللي انا فيه اللي احنا فيه. طبعا اتفضل. انا فوجئت بالتقرير وان اسماء المدارس دي عندكم والصور دي عندكم. خليني اقول ان انا متفاجئه بالموضوع لا ان ليه؟ هو واصل لكم، ولكن هقول لحضرتك متفاجأة، مفاجأة باختصار حلوة ولا وحشة؟ ايه. لا ان هو واصل لكم، لكن هو طبعا احنا عايزه اقول لك بناء المدارس على اراضي مخالفه وعدم الهدم والكلام ده كان، تمام. لكن خليني اقول لك ان الاسبوع اللي فات بس اتطبق القانون اللي حضرتك اتكلمتي عليه والاستاذ مجدي 119 بالظبط. احنا ازلنا مدرسه الاسبوع اللي فات وبدون حكم، ومعالي المحافظ فورا في خلال 3 ايام كانت المدرسه متزاله. مدرسة ايه يا فندم؟ مدرسه اسمها العقل المبدع، هي مش مدرسه عشان اوضح الصوره ايه. حتى اسمها برضو مش اه تحسيه كده عايزه مش اقول لك بقى بيعملوا ايه. اكتشفنا ايه؟ ان هم بيقول لك مشروع العقل مثلا، مشروع كذا مش عايزه اسمي، اوكي. فما بيتقالش ان هي مدرسه. هو بيبني على اساس ان هي مؤسسه، على اساس ان هي جمعيه، على اساس ان هي اي حاجه تانية ما يقولش مدرسة. خالص. وهيئه الابنيه ساعات ما بيبقاش عندها خبر اصلا عنها وتفاجئ ان هي بقت مدرسه. تمام. مين بقى اللي شايف او ساكت؟ الله اعلم مين المسؤول. ولكن لما بدا التعليم يتحرك وبدا التعليم الخاص عندنا يتفعل وبدانا ناخد اجراءات سريعه، مجرد ما بنسمع اسم في مكان بنشكل لجان وتنزل، هل احنا عندنا الاسم ده كمدرسه؟ لا ما عندناش. قاعده البيانات عندنا، عندنا مدرسه بالاسم ده؟ لا ما عندناش. ننزل اللجنه وتنزل، فين تراخيصكم؟ يلاقي التراخيص مكتوب مشروع. مشروع ايه؟ مؤسسه. طب دي مؤسسه مش اصل الموضوع مدرسه. ده يا فندم ليه اكتر من خطوره، ما مش بس عندهمش. فكره البناء على تمام ارض مخالفه، ده كمان ان انت بتعمل مدرسه بالظبط مش تحت مظله وزاره التربيه والتعليم. بالظبط ده اللي انا عايزه اقوله بقى. انا ما اعرفش انت بتعمل ايه بقى. بالظبط ما بيبقاش عند التربيه والتعليم اصلا خبر عنها، والتراخيص بتطلع باسم مؤسسه او جمعيه. يعني احنا ودي كذا حاله بقى اللي احنا اكتشفناها، وكذا مدرسه طبعا الحمد لله واخدين قرارات، منها اللي في اغلق ومنها اللي عند معالي المحافظ وازيل زي اللي ازيلت، ومنها طبعا اللي بتلغي ترخيصها اصلا، بتلغي ترخيص المؤسسه اصلا لانها نوع من التدليس. انت فاتح بحاجه لكن شغلت حاجه تانية دلوقتي. وانا بشكرك ان انت فتحت الموضوع ده، لان الموضوع ده هينبه اولياء الامور. يعني احنا بدانا السنه دي مجرد في الصيف لما كنا بنلاقي اعلانات بنبعت لمعالي الوزير على طول، يا معالي الوزير في شقه في المكان الفلاني بتعلن عن انها اداره لمدرسه كذا ومفيش المدرسه دي. فكان من البدايه بيضغلق، بيتنبه اولياء الامور، والمقر ده بيتحط طبعا يعني بيتحقق معاهم وكده، وبنبلغ الشرطه بنبلغها، ومعالي الوزير بيرفع الامر للمحافظ على طول، بيبلغ معالي المحافظ يقفل. في مذكره حضرتك عرضتيها على السيد اللواء محافظ الجيزه، الموضوع بشان مدرسه فاروز الخاصه التابعه لاداره كرداسه التعليميه، انه ليه حضرتك كتير. قدمت له المذكره دي؟ يعني دي يمكن كانت اخر انا حاجه. مش هتكلم على حاله، كتير كذا حاله بس دي كان بناء المدرسة على ارض مخالفه. ما كذا يعني اذا من صلاحيات حضرتك لو لقيتي مدرسه بانيه على ارض مخالفه تبعتي بيها مذكره على طول؟ طبعا دلوقتي بنبلغ على طول وتبلغي. طبعا انا عندي يا فندم دلوقتي بنبلغ، مجرد ما بنكتشف او حد يعني بيجي لنا خبر بنبلغ. وانا طب عايزه احنا عندنا يا فندم اكتر. انا مش عايزه اعدي الحته دي. اولياء الامور قبل ما يقدموا في مدرسه او يدخلوا ولادهم يسالوا دي مدرسه فعلا ولا لا، مرخص ليها ولا لا، يروحوا المديريه التابعه ليها المدرسه. مين هيعمل كده يا لهم فندم؟ المفروض يعملوا كده. هي مش زي المدرسه مش طالعه تحت الارض زي ما بنوعي الناس، نقول له قبل ما تدفع ثمن الشقه اسال العماره دي ما عشان يروح يستلم الكتب اللي هيسلمها للطلبه، ما هو بيعدي على وزاره التربيه والتعليم لا يقول لا له لا فين الترخيص بتاعك؟ لا امال العيال بتذاكر في ايه؟ لا لا حضرتك هو لا ايه لا امال العيال بيذاكروا في ايه؟ بيستلم الكتب من المدرسه. استاذن حضرتك بس ثانيه سهل قوي اللي ثانيه المدرسه هيجيب الكتب. لا يا فندم لا لا المدرسه هتجيب الكتب منين؟ ايوه ليهم منين؟ طرقهم. لا طول ما هو مش متسجل مفيش مصدر عندي يا فندم، الكتاب لا. بيبقى موجود عليه وزاره التربيه والتعليم وختمين وماضيين وبصمين ورقم وسركي وشغلانه، هو في كتب اقول بتطلع كده؟ حاجه يا ريت. لما رحنا نقفل مركز دروس خصوصيه تمام في 6 اكتوبر وعلن عن نفسه مدرسه وهو مش مدرسه، ورحنا حمله كبيره جدا، اكتشفنا مخزن جوه المركز مليان كتب وزاره التربيه والتعليم وكانت طبعه حديثه. ده حالات ليهم فرديه، اسمحي لي استخدم الله.